أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي حرص القيادة السياسية على إعلاء سيادة الدستور والقانون ما يضمن استقرار الدولة وفق مبادئ الشرعية الدستورية. جاء ذلك خلال كلمة رئيس المحكمة بالمؤتمر الصحفي بعنوان قضى المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام الدستور 2014. فلقد كان لحرص القيادة السياسية ووعيها بأهمية إعلاء القيم الدستوريه وتعميق مبادئ الدوله القانونيه ودعمها لاعلام الداخل والخارج باستواء الدوله المصريه على مدارج الشرعيه الدستوريه اثره الاكيد في الهام الجمعيه العامه للمحكمه الدستوريه العليا بان تفوضني لاحدثكم حديثا موثقا عن تفعيل وإنفاذ أحكام وقرارات هذه المحكمة للمبادئ التي استحدثتها الوثيقة الدستورية القائمة، التي تقبل دوما تطويرا وتعديلا يتوافق مع اعتبارها وثيقة تقدمية تسعى لتحقيق المصلحة الفضلى للدولة والمواطن معا.